السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي وصفة جديدة إن شاء الله. كنتمنى يا ربي هذا الفيديو يلقاكم وانتم في أحسن حال. كما كتشوفوا معايا الوصفة ديال اليوم إن شاء الله فيها فوائد كثيرة وفي نفس الوقت سهلة. كما كتشوفوا معايا اللي كيعرف هذا هو التوت البري. التوت البري باقي خضر ما طيبش هنايا. اوبس هنايا كي في هذه الفترة من السنة تيكون كثير، فالناس اللي ما عمرهم ما شافوه هو هذا. سبحان الله العظيم كيفاش داير. هنايا عندهم واحد العصير مشهور بهذا التوت البري كتسمى كرامبيري. المهم غادي نصايب معكم الوصفه ديالو بواحد جوج طريقات، نفس العصير غير هو المهم غتشوفوا معايا باش نكثرش عليكم الهضره. فغادي نحتاج هنايا كل كاس غديروا معاه كاس ديال الماء. ياك انا عندي هنايا عندي 3 ديال الكيسان، غادي ندير 3 ديال الكيسان ديال الماء. هو عندي هنايا الماء، دونك كل كاس غادي معايا تبعوا معايا. كل كاس عندي هنا 3 الكيسان، غادي ندير 3 ديال الكيسان ديال الماء. غادي ندير هذا الزست، يعني بشور ديال البرتقاله، تقدروا ديروا الحامض او ديروا البرتقال. وعندي عصير ديال حامضه كبيره، نص عصير حامضه. وعندي هنايا السكر، انا عندي هذا السكر، هذا سكر ديال الريجيم ستيفيا ولا. المهم انا حيت ما شاء الله المغرب راه ولات فيه حتى ستيفيا في اوراق كاع، حيت هادي راه نباتي هاد السكر. وتقدروا تستعملوا سكر عادي، تقدروا تطيبوا ديروا السيرو ولا ديروا العسل اللي بغيتوا. فغادي ان شاء الله نبدا معاكم. هنايا غادي نعبر 3 ديال الكيسان. بسم الله انا ديجا كنت عابره هنايا، عندي هنايا 3 ديال الكيسان، واحد عرفتش انا نورمالمون شحال عندي هاد الخنشه فيها، هي كتباع بكيه، مي انا كنت عبرت سبحان الله العظيم نشوف شحال فيه، لقيت 3 ديال الكيسان سبحان الله العظيم معبور كما كتشوفوا معايا، ما بقى عندي والو. هو هذا غادي نديرو فوق البوطه، غادي ندير عليه هذا لو زيست ديال البرتقال، وغادي نخليه يبدا يغلي. غادي نقص عليه البوطه، ونخليه ديك 10 حتى 15 دقيقه صافي، ونطفي عليه. هذيك الساعه نوريكم غادي تشوفوه طاب وبدا كيتحل، ونكمل معكم ان شاء الله الوصفه. رجعت معكم، كما كتشوفوا هو بدا كيغلي غادي غير نقرب لكم باش تشوفوا كيفاش ولا. صافي بدا كيغلي وبدا كيتفتح كما كتشوفوا. غادي نقص عليه البوطه ونخليه 10 حتى 15 دقيقه، ونرجع معكم ان شاء الله نكملوا. ها نتوما كما كتشوفوا دابا خليته غلا 15 دقيقه، دابا غادي ناخذو باش غادي نصفيه ونكمل معكم الوصفه ان شاء الله. ها نتوما شوفوا دابا صافي، شو كي داير، شوفوا كي ولا سبحان الله العظيم. دابا غادي نجيبو نصفيه غادي نبقاو نحاولوا نبركو عليه زعما بحال باش يهبط داكشي كله اللي فيه. راه فيه الفوائد كثيره البنات، ما نعاودش لكم زعما فيه فوائد كثيره. من بعد نقول لكم بعدا الناس اللي كيعانيو من الكونستيباسيون، عندهم مشكل ديال الجهاز الهضمي، هذا كيقلل هذا زعما سرطانات. شنو خور مزيان النساء علامات زعما تقدم في السن،
شنو خور يا ربي بزاف المناعه كيقوي المناعه كي عنده شي علاقه كي شي ما بقيتش عقله المواد اللي فيه اكبر حاجه هي فيتامين سي بعدا اكبر فيتامينات في فيتامين سي بواحد يعني بكثره بزاف بزاف الناس اللي عندهم الحجر في الكلاوي بزاف زعما لا قدرتو ولقيتوه الا لقيتوه ما عرفتش انا في المغرب واش كاين ولا لا ما نكذبش عليكم المهم اوبس غادي نحيد هذه دابا هذا هو العصير اللي كيبقى عندنا خالص ياك غادي نزيد فيه العصير الحامض وغادي نزيد فيه السكر كل واحد غادي يدير قياسه ديال السكر والنوعيه السكر اللي بغا في هاد المرحله تقدروا هذا بوحدو راه حاضر راه زعما واجد ياك شنو اللي غادي نديرو غادي نرجعوه فوق البوطه وغادي نديروه واحد 5 دقائق غير واحد 5 دقائق باش يذوب السكر وصافي وهذا راه واجد هذا واحد حاجه اخرى انا كنديرها كناخذ هاد شنو كيتسمى البولب ديالو هاد الشيء اللي حيدنا انا ما كنرميش هما نورمالمون هنايا واحد العصير كيديروه كيديروا غير هذا تيبغيو بحال هكا لان كيخلطوا مع حوايج اخرين الخبار في راسكم انا هذا كنشدو حتى هو كنطحنو فغادي نخلي شويه من هنا باش نوريه لكم وغادي نطحن حتى هذا وغادي نزيدو على هذا غنطحنوه يعني يولي يعني بيوري مزيان هذا حتى هو نستافدو منه ما يمكنش نضيعوه صافي ان شاء الله غادي ندي هذا فوق البوطه ونرجع معكم ان شاء الله ونطحن الاخر ونرجع معكم صافي البنات كما كتشوفوا رجعته فوق البوطه غادي نخلي نتسنى عليه 5 دقائق يذوب السكر وكل شيء وغادي يكون واجد وهنايا كما كتشوفوا معايا هذاك ماعرفش كيتسمى بالعربيه المهم بولب كنقولوا بالهذا المهم غادي نشدو غادي نطحنو وغادي نرجع معكم قبل ما نمشي نطحنو غادي نقول لكم الفوائد ديال سميتو كيحمي الجسم من الاصابه بالسرطان كينشط جهاز المناعه وكيقويه حنا محتاجينه في هذه الفتره ديال هذا المرض ياك كيحمي العين من الاصابه بواحد المرض سميتو جلوكوما كيقوي الجلد وكيمنحو الصحه والنضاره الحفاظ على توازن ضغط الدم الناس اللي عندهم مشكل ديال ارتفاع ضغط الدم انا عارفه هذه القضيه كنت قلتها لي واحد الاخت هنا يلا جزاها بخير مكافحه الناس اللي عندهم الدقه الربو تقليل خطر الاصابه بالالتهاب الرئوي الحفاظ على توازن الهرمونات بالجسم هذه يحتاجها النساء اكثر مكافحه الاكتئاب وتعزيز الطاقه الايجابيه يعني هو زوين سبحان الله العظيم هذا العصير راه زوين هنايا المشكل اللي كاين هنايا انهم كيتباع ولكن حلو بزاف لواحد الدرجه زعما بزاف سميتو شنو اخر كينشط الدوره الدمويه للجسم كي الوقايه من الاصابه قلت لكم ديال الكلاوي السكر الموجود قال لك في التوت البري من النوع البسيط قال لك يعني الالياف الغذائيه غير قابله للذوبان وهاد المواد ديال السكر البسيط هذه كتمر على الامعاء يعني بلا ما تحتاج تهضمها يعني كدوز بسهوله يحتوي قال لك التوت البري على العديد من الفيتامينات خاصه فيتامين سي اهمها فيها الفيتامين سي فيها المغنيسيوم فيها فيتامين اش فيها فيتامين ك وفيها النحاس هادشي كله حنا محتاجينه حاجه اخرى قال لك يحتوي التوت البري المجفف بحال هذا اللي نتصابت به انا من ديبار اونتي اوكسيدون يعني مضاد حيوي ومحتاجين حنا هاد القضيه مزيان للقلب قال لك شنو خور بالاضافه الى دورها في خفض خطر الاصابه بسرطانات مختلفه هذه ديجا قلتها لكم يا ربي مهم باش ما نطولش عليكم راه بزاف الفوائد البنات تقدروا تمشيو تقراو عليه غادي تتفاجئوا فان شاء الله نمشي نطحنوا ونرجع معكم دابا البنات هو هذا العصير ديالي ياك هنايا قسمته على جوج علاش واحد غنخليه كما قلت لكم كيجي خفيف هكا كما كيديروا ليه هنايا هنا راه كيصاوبوا به لي كوكتيل كيزيدوا عليه حوايج اخرين وهنايا واحد خليته باش نزيد عليه هذا اللي قلت لكم غادي نطحنوا شوفوا كيفاش كيجي علاش غادي نضيعوه غادي نزيدوا على هذا نقدر نعاود نطحنهم المهم انا ديك الساعه نشوف واش نطحنوا ولا بلاش ماشي مشكل مع كيذوب دغيا في وسط الماء غادي نخليهم يبردوا من الاحسن يبرد عاد تقدموه بطبيعه الحال لانه طاب في الطاب كان كيطيبوا داكشي صافي انا منين غادي يبردوا ان شاء الله غادي نرجع نقدم معكم العصير وكنتمنى ان شاء الله تجربوه وتستافدوا منه
سبحان الله العظيم غير اللون ديالو كي داير. ها نتوما هادو هما العصيرات، ها نتوما شوفوا هذا كيفاش كيجي خفيف، وهذا اللي قلت لكم كنطحن فيه هذاك القلب ديال الفاكهه، اش كي كيجي ثقيل شويه، مي بجوجهم كيجي مذاقهم زوين. هذا اخف صافي، غادي ان شاء الله نحطهم في الكيسان ونطلق معكم. صافي البنات، هذو هما العصيرات ديالي. كنظن كيبان لكم الفرق، نوريكم هنايا شوفوا الفرق كيفاش كيبان حتى في اللون. هذا كيكون بحال دوك العصيرات الخفاف، وهذا كيبان ثقيل. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم بجوجهم، كيجي مذاقهم زوين، غير كل واحد شنو كيبغي. ان شاء الله مازال نصايب لكم بهذاك التوت، كنصايب لكم به واحد لاصوص كيديروها مع الدجاج ومع بيبي. ندير لكم حتى مربى ديالو، علاش لا، خاص غير ما عرفتش في حق الناس اللي في المغرب واش كاين ولا لا. صافي هنا الفيديو كيسالي، كنقول لكم شكرا على المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم، في امان الله.